اليوم كاينه واحد العمليه ديال الختان اللي دابت الجمعيه على تنظيمها هذه 13 سنه من بعد الجائحة. كان مفروض علينا بحكم أن الجمعية عندها برنامج سنوي تتقوم بختان جميع الأعمال الخيرية تتقوم بها الجمعية، وعلى هذا الأساس استغنى الفرصة وقلنا لما لا تنظيم هذا الحفل حفل الختان الجماعي المجاني. الحمد لله الآن تقريبا وصلنا واحد 200 والزيادة ديال اللي استفدوا. العملية انطلقت تقريبا هذه واحد ساعة ونص، تتمر في واحد الجو ممتاز الحمد لله. تقريبا العائلات المعوزة تقريبا هي اللي مستفدة وغير المعوزة. كنشكروا هاد المحسنين وهاد الجمعية اللي دايره هاد الختانة الأولاد اللي ما عندهمش، اللي بزاف الناس اللي عايشين في واحد الظروف ما يقدرش في المثل يدير لولده اللي بغى، وكنشكرهم بزاف اللي داروا بهاد الوليدات واعتنوا بهم كاع اللي مشاركين في هاد الجمعيه والمسؤولين اللي في هاد الجمعيه، كنشكرهم بزاف والله يجازيهم بخير. فرحانه باش ختن ولدي وفرحانه حتى الناس اللي ختنوا وليداتهم. ان هاد النهار ما كيتعوضش الوليدات، كلشي فرحان، كنشكرهم بزاف. جيت باش نطهر ولدي وانا فرحان بزاف صراحه بهاد المناسبه، هي جاتني على رغبه مزيانه، وانا كنت من المتضررين صراحه، ومزيان الحمد لله. نتمنى ان شاء الله تكون دوز بخير وعلى خير. وهذه مبادره زعما كاين صراحه نفعت الناس، لان كان الناس شحال هذه تسنات هذه المبادره هذه بفارغ الصبر، والحمد لله حيت الناس كانت شحال هذه ما عندهاش باش تقاوم الطهاره كما يجب. والحمد لله هذه مبادرة مزيانة، وتتمنوا كل عام وكل كل سنة إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.